حققت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصارات عديدة لصالح ذوي الهمم، والتي تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية في سبيل دعمهم، وكذلك تبلورت في صور التشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية. فالبداية كانت من الدستور المصري، حيث نص ولأول مرة على اشتراط تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس للنواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتوالى نقل همومهم إلى السلطة التشريعية بما يمكنهم من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم. ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المبادرات الرئاسية في دعم وتمكين ذوي الهمم إلى أن جاء عام 2018، ليعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عام خاص لذوي الهمم في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة وانحيازها الواضح لذوي القدرات الخاصة ورفع التهميش الذي عانوا طوال العقود الماضية. وحينها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 80 مليون جنيه في صندوق تحيا مصر لذوي الاحتياجات الخاصة خلال مشاركته في احتفالية قادرون باختلاف عام 2018. إحساس إن أنت معايا ده دايما بيطمني. وإلى جانب الجهود والمبادرات الرئاسية والحكومية، كان لمجلس النواب دور فعال ومحوري في سبيل دعم أصحاب الاحتياجات الخاصة بناء على توجيهات وتوصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها إقرار مشروع قانون ذوي الهمم وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم. فأسعد الرئيس عبد الفتاح السيسي القلوب البسيطة التي تعاملت معه كأب وكإنسان حقا قدر اختلافهم بتلبية كافة أحلامهم، ووجه في كل مناسبة بتقديم كافة سبل الدعم لهم، بالإضافة لمتابعة تنفيذ كافة التكليفات للحكومة فيما يخص ذوي الهمم ومطالبهم ومطالب أسرهم. وشكرا ما تكفيش، شكرا ما تكفيش. من مصر ياسمين جبريل.